اهلا بيكي في هير نيوز. نتعرف بيكي. دينا حازم. دينا، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ زملكاويه. زملكاويه. طيب عملتي ايه لما الزمالك خد الدوري؟ فرحت جدا طبعا. كان رد فعلك ايه وكده؟ كنا فرحانين وكنا مهيصين خالص. مين هداف الدوري؟ لا مش عارف. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. كان رد فعلك ايه لما الزمالك خد الدوري السنه دي؟ والله انا ما عنديش مشكله ان الزمالك ياخد الدوري او اي فريق تاني، المفروض اصلا يعني مصر الكره يبقى فيها تنوع. يعني المره كام الزمالك خد فيها الدوري؟ 13. انت اصلا اهلاويه ولا زملكاويه؟ ماليش في الكره قوي بس عامه يعني اهلاويه. تعرفي اصلا مين اللي خد الدوري؟ الزمالك. كنت متضايقه اكيد صح؟ اه اكيد. الزمالك خد الدوري كام؟ لا ما اعرفش. رد فعلك كان ايه لما عرفتي ان الاهلي خلاص مش هياخد الدوري؟ اكيد زعلت. تعرفي مين هداف الدوري؟ لا. خميني اسم. انت بقى ايه؟ اقول لك الحضري مثلا. لا ما انا مش عارف. هو الحضري صح؟ الاحراج ده. خلاص ماشي، شكرا جدا ليكي. اهلا بيكي في هير نيوز. نتعرف بيكي. اهلا، انا اسمي فاطمه. فاطمه، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. كان رد فعلك ايه لما الزمالك خد الدوري؟ اهو مره من نفسهم يفرحوا بقى، زعلوا كتير قوي. الدوري الكامل للزمالك كان 13. 13 متابعه. طب مين هداف الدوري؟ محمد شريف. اهلا بيكي في هير نيوز. نتعرف بيكي. ياسمين فاطين. طيب هسالك شويه اسئله وانتي هتجاوبي بس بسرعه وفاهمه وتجاوبي كده. اوكي اوكي. ربنا. انتي اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. طيب كان رد فعلك ايه لما الزمالك خد الدوري؟ اتضايقت بس احنا ناخده كتير يعني فعادي. الدوري الكامل للزمالك مش عارفه ده ال 11 باين او اقل، قليل قوي مش عارفه. قولي لي واحد في هجوم الاهلي. مش عارف، مش جايب بالي حد معين يعني. قولي اي اسم. مش فاكره. انت اصلا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. الزمالك فاز بالدوري كام؟ تقريبا كده 21. انت اصلا انت كنت متابع الدوري من اول ما بدا؟ لا مش متابع الدوري بصراحه. اصلا مش متابع دوري مصري؟ انا اهلاوي بس بتابع الاهلي بس والزمالك يعني كده احيانا، والزمالك عمال يكسب بقاله كام يوم اهو شغال الله ينور يعني. طب الاهلي لو كان فاز بالدوري كان هيفوز بالدوري كام؟ 25. تمام شكرا. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي باذن الله. طب الزمالك خد الدوري كام؟ والله هو كده يعتبر مش عارف ال 11 ولا ايه حاجه زي كده ما اعرفش يعني. مين هو هداف الدوري في الزمالك؟ هداف الدوري في الزمالك؟ لا هو في لعيبه كويسه يعني، هو في لعيبه هم جابوا لعيبه كويسه قوي قوي يعني واحنا بنحبها قوي يعني. يعني زي اشرف ابن شرقي اللي جايبينه ده عملاق منهم يعني. وفي برضه لعيبه كويسه انا بحبها جدا زي محمود الونش. احتفلت ازاي لما الزمالك خد الدوري؟ كنا سعداء جدا وفرحانين طبعا يعني. تقدر تقول لنا الزمالك خد الدوري بعد كام سنه؟ حوالي 6 سنين تقريبا. شكرا، احنا اتشرفنا بيك.